مين شاف نفسه في فيديو او سمع نفسه وهو بيتكلم بعد مده كده بسيطه كم يوم ولا اسبوع ولا اتنين وبدا يشوف ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ وانا كنت بتكلم كده ليه؟ وانا كنت ببص بالطريقه دي ليه؟ الحاجات اللي انا بعملها دي كنت بعملها ليه؟ ايه المسخره دي؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ حد فيكم ما خد التجربه دي؟ ليه بقى حضراتكم؟ ان انا بدات اشوفني بدات احسني وفوجئت ان انا بعبر بطريقه اساسا انا مش عجباني بس وانا عايشها ما كنتش شايفني ما كنتش حاسسني ما كنتش قاريني. القراءه يعني ايه؟ يعني انا بشوف موقفي كيف انا من كل شيء مش بشوف كل شيء نحن نقدرش نشوف كل شيء بس احنا بنقرا القراءه بقراني وانا ارى بقراني وانا بسمع بقراني وانا بشم بقراني وانا بلمس بقراني وانا بدوق بقراني على طول او اكتر مرات ممكن هي دي القراءه فالفكره كلها قوه الانسان بني ادم هنا ما بتكلمش عن دين ما بتكلمش عن واحد عربي واحد ما عرفش جنسه ايه ولا واحد دولته ايه كل ده كلام فاضي الانسان قوه الانسان في قدرته على القراءه وبالمناسبه الكون مسخر مش ربنا بيقول سخرنا لكم السماوات والارض مسخر للقارئ مش للي بيحس الكون مسخر للانسان القارئ لان احنا كل ما قرينا كل ما قرينا كل ما عشنا وكل ما تفاعلنا مع هذا الكون بما يناسب نظام هذا الكون من فترة فالقراية اللي نتيجة القراية تفاعلي أنا مع القراية بيكون مفيد جدا ليا خلينا نختصرها في الكلمة دي